بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم السبت الموافق 2 من شهر أكتوبر عام 2021 الموافق 25 من شهر صفر لعام 1443 تستقبل مديرية أوقاف السويس الدفعة السادسة من لحوم صكوك الأضاحي ليكون إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف السويس حتى هذه اللحظة 12 طن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم السبت الموافق الثاني من شهر أكتوبر 2021 وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة عدد 3 أطنان من لحوم صكوك الأضاحي، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 56 طنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم السبت الموافق 12/20/21 تم بحمد الله وصول الدفعة السادسة إلى مديرية أوقاف بورسعيد ليكون إجمالي عدد اللحوم الواصل إلى المديرية 12,000 كيلو.